بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي، كتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله نحضر لكم نطرح لكم واحد الوصفة، يعني كعشاء خفيف طريف. غادي ندير نحضروا واحد الطورت هي بالضبط على شكل بيتزا. كنتمنى إن شاء الله تجربوا وتنال إعجابكم. إلا عجبكم أخواتي ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة، وساعدوا لنا بنشر هذا الفيديو وتابعوا المواقع الاجتماعية. كنتمنى لكم فرجة ممتعة. بالنسبة لهاد الطورتية هادي غنحطها على بركة الله. المهم أنا مغاديش نقول لكم الكمية ديال البطاطا، ديرو كيلو ديرو نص كيلو على حسب عدد الأفراد. كناخدو البطاطا كنقطعها قطع صغيرة كنقليوها بطبيعة الحال. هنايا عندي هنا الحشوة كتبقى اختيارية، أنايا خديت واحد شوية ديال البصلة شحرتو مع المكعبات، هادو راه السبادو أو لابو داك السمك بوسيف، كنعرفو أنا لوكو تاعو كيكون شوية بحال ديال الدجاج، وشوية ديال فلفلة حلوة وشوية تاع الملح أو البزار. يمكن لكم ديروا كفته، ديروا الدجاج، ديروا اي حاجه بغيتوا، يعني ليكم الاختيار، ديروا الطون، ديروا اي حاجه بغيتوا. عندنا فرماج احمر، عندنا شويه ديال الزعتر، عندنا الزيتون اسود هنا مزولين له هذا العظم. عندي صلصه الطماطم، البيض على حسب البطاطا اللي درتو، على حساب الا كانت بحال، المهم على حساب اللي غيجمع لكم البطاطا، والملح والابزار. هادو هما المكونات. ندوزو على بركه الله طريقه التحضير. هنا كما كتلاحظوا كناخذ واحد المقله تكون ما كتلصقش، يعني ما ضروري المقله ما كتلصقش. انا خديت هذيك البطاطا واحد الاضافه ديال الزيت، انا شويه المعدنوس مجفف وشويه ديال الثومه باش تجي منكهه مزيان. خديت البيض طرفته كيف ما كتلاحظوا، وغادي نحاول على بركه الله نغطي به هذيك البطاطا. هنا كما كتلاحظوا ضفنا البيض، غادي نحاولوا نخليو واحد الوقت كتنشف واحد شويه، حاولوا تغطيوها. من بعد غادي نقلبوها يعني بحال الطورطيه عاديه. هنا كتلاحظوا من بعد ما قلبتها، انا خربتها غير بالغطاء ديال المقله. غادي نجيبوا شويه ديال صلصه الطماطم، وديما العافيه مهيله بزاف، كنضيفوا شويه ديال صلصه الطماطم هكا من الفوق. بحال غادي دابا بحال غادي نخدموا بيتزا، يعني كتكون لاباز ديالها هي البطاطا. هنا غنوضع شويه ديال الفرماج، انا هنا طفيت العافيه لان غادي تحرق ليا من التحت، نطفيو العافيه حتى وقا نوضعوا الحشوه ديالنا على خاطرها. من بعد كنغطيوها غير واحد الدقيقه، كنشعلوا بالعافيه واحد الدقيقه النار، واحد الدقيقه حتى وكان يعني حتى وكان يغير داك الفرماج الفوقاني يذوب، لان كلشي طايب. هنا كما كتلاحظوا معايا اخواتي، وضعت الفخوم، وضعنا الحشوه، وضعت من فوق منها الفخوماج، شويه ديال الزعتر والزيتون. دابا غادي نشعل على نشعل النار تكون مهيله بزاف، وغادي نغطي هنايا غير لوفي باش يذوب ليا هذا الفخوماج، وغنزول لان كلشي طايب. يعني غادي نحاول نشعل النار مده دقيقه ولا ما كاملاش، ينفو يذوب ليا وغطيوها باش داك داك البخار اللي يطلع يرجع على الفرماج وهذا ويذوب. صافي غادي نزولو ونقدمها بصحه وراحه. هنا كما كتلاحظوا من بعد ما داب الفخوماج، فحنا تنجيبوا واحد الطبسيل تنحاولوا ننزلوها بهذا الشكل هذا. قلت لكم يعني ضروري من المقله تكون ما كتلصقش، لصقت لكم الطورتيه راه ما غاديش تصدق معكم بحال هكا. دابا صافي هذا هو الطلا ديالنا. غير واحد الملاحظه، انا كما كتلاحظوا انا درت شويه ديال الزعتر من الفوق، انا تيعجبني الزعتر في البيتزا، يمكن السيده بطبيعه الحال استغنى عليه. الطورتيه تاعنا اخواتي على شكل بيتزا كيف ما كتلاحظوا معايا، يعني من بعد ما طيبناها فتنقدموها بالصحه والراحه، كتجي كطبق يعني يمكن ترافقوا تقدموا في الغداء ولا تقدموا في العشاء، يعني تجي رائعه جدا وبمذاق اللي هو مختلف. كنعرفوا ان الطورتيه تاع البطاطا يعني هذه شويه دخلنا على واحد شويه ديال كما نقولوا تاع التحسينات ودرناها على شكل بيتزا. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. الى عجبتكم لا تنساوش ديروا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد. كنتمنى لكم فرجه ممتعه، الى حلقه مقبله بحول الله.